شهداء أحد رضوان الله عليهم لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم. يقول: إذا كان هناك حرب بين المسلمين والكفار في هذا الزمن، فهل يعامل الشهيد نفس المعاملة معاملة شهداء أحد؟ نعم، إذا كانت حرب إسلامية وتبع ولي الأمر بين المسلمين والكفار، واستشهد في المعركة، مات في المعركة، فهو شهيد. نعم.